بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله نبتدي مع بعض حلقة جديدة من حلقات تعلم الفوتوشوب. إحنا هنا النهاردة هنتعلم إزاي نقدر نتعامل مع جسم وعملة الـ 3D عن طريق إن أنا أحدد لينز خاصة بالعنصر اللي قدامي وأبدأ أتحكم فيها بكل سهولة. عندي صورة هنا مثلا وليكن زي طرد أو باكج، عايز أحط عليها لوجو أو أحط عليها البراند، فمن خلال هنا فلتر وفانشنج بوينت اقدر ان انا احدد من خلالها. في البدايه هروح للصوره اللي انا عايز اضيفها عندي واعمل لها كنترول واي، كنترول وسي يعني كوبي، كنترول واي طبعا يعني سيلكت اول، وبروح على الشكل بتاعي. لو دوست كنترول وفي هنا هيظهر لي، انا مش محتاجه ان يظهر لي هنا، انا محتاجه يظهر لي 3D، فاعمل كنترول وزد عشان اتراجع عن الخطوه دي، وهاجي في الفلتر اختار فانيشنج بوينت واختار من هنا كرييت بلان تول وابدا احدد البلان بتاعي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كده انا حددت بلان، وهحدد بلان تاني في مستوى تاني وممكن احدد البلان التالت. طبعا هنتعامل في 3D كده، انا معايا ثلاث بلانات، بلان ده والبلان ده والبلان ده. انا عايز احط مثلا اللوجو بتاعي هنا او الايمج اللي انا عايز اضيفها على الباكج، دوس كنترول بي وابدا اسحب الباكج بتاعتي في البلان اللي انا عايزه زي ما احنا شايفين كده، حطيته هنا اهوت. لو جيت حطيته هنا خد على البلان ده، هنا نفس القصه هنا نفس القصه. وليكن انا احط الباكج بتاعي هنا من فوق، هعمل كنترول وتي علشان اقدر ان انا اتحكم في السايز بتاعي. كده احنا ضفناه هنا على البلان ده، هنكبره وهدوس انتر. زي ما احنا شايفين كده اتحط عندي الباكج هنا. لو عندي صورة تانية هنخش نفس الأداة فلتر فانشنج بوينت، هنختار نسلكت على البلان التاني ونقدر نعمل عليها نفس القصة بتاعتي. ده كده قبل، ولما نعمل هنا فيدو هنلاقي هنا بعد حطيناه على الباكج. وشكرا جزيلا لكم.